الكرام. مرحبا، ربما في بداية أي لقاء اليوم سؤال شوية فيه تقرعيج مثل ما يقال، كيف يقضي سي عبد القادر بن قرينة أيامه في الحجر الصحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلبي على كل الجزائريين والجزائريات وعلى كل الأحبة، أتألم لآلامهم وأتأثر بأي مرض أو أي وفاة أو أي تعب يتعبه الطبيب الجزائري أو الممرض أو الممرضة الجزائرية أو الذين يقومون بالنظافة، أداوم بالمكتب باستمرار، أتابع الأخبار عن طريق فريق الإعلام وعن طريق وسائل الإعلام الوطنية وغيرها، ولعلها في الحقيقة هي حقيقة ولكنها نكتة، أنني منذ تدمير سوريا والفتنة اللي أحدثت في لبنان وفي ليبيا وتدمير ليبيا، قطعت التلفزيون نهائيا ولم أشاهد ولا تلفزيون من يومها، لم أعد إلى التلفزيونات ولا متابعة الأخبار إلا في هذه الكورونا.